يعني وضع قاسي ومرير وصعب علي بشكل شخصي وعلى طاقم المعلمين والمعلمات وعلى طلاب مدرسة البيان. لأول مرة يعني نعيش هاي الأجواء الحزينة. فقدنا بالسابق الزميل أبو مجدي والأخت سوسن حجازي، ولكن عندما نتحدث عن أولادنا فلذات أكبادنا الشعور مغاير تماما. نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، هذه مشيئة الله. ويعني نعزي أنفسنا بالأساس ونعزي العائلة الكريمة، الأخ عيسى والأخت نصرة، بفقدان أغلى ما يملكون ابنهم البار عز الدين. تحدث عن طالب يعني تحلى بدماثة الأخلاق، طالب خلوق جدا، أديب، يعني كنت أشاهده بأم عيني وهو يرافق والده إلى المسجد لأداء الصلاة متشبثا بيده. طالب متميز بصف العتداء، يعني يحترق القلب عندما نتحدث عن عز. طالب بقمة الإعلان عن الوفاة. طبعا تم استدعاء جميع الطواقم، طاقم الطوارئ طبعا في المدرسة، المستشارين البسيخولوج، طبعا العاملين النفسيين، البسيخولوج في البلد، إدارة البلدية تواجدت، لجنة أولياء الأمور مشكورة. طبعا تجند مطلق من قبل كل البلد بجميع أطيافها، لأن الحدث هز الجميع وليس فقط مدرسة البيان. يعني استشعرت أن النسيج الطمراوي بخير من تفاعل الناس ومؤازرتها لنا في مثل هذا المصاب الجلل. أجواء حزينة جدا ويخيم الأذن أسى والحزن على مدينة طمرة، على طلابها وخاصة طلاب مدرسة البيان. تلقينا الخبر يوم الخميس، وإدارة البلدية توجهت لمستشفى زيف في صفد للاطمئنان على حالة الطالب. وكان بعد ذلك اجتماع في المدرسة، جمعنا الطلاب اللي تواجدوا في الرحلة مع العاملين النفسانيين المختصين. وبالأمس وبعد تلقي الخبر المؤلم جدا، جمعنا غالبية الطلاب المدرسة مع المختصين النفسانيين وقسم الرفاه الاجتماعي وكل المختصين، وتواجدنا بالمدرسة حتى الساعة 4 بعد الظهر. أنا منذ الأمس وحاولنا مع الشرطة أن يكون الدفن ومراسيم الجنازة بالأمس، ولكن كل مساعينا باءت بالفشل. واليوم منذ ساعات الصباح إحنا باتصال مع الشرطة ومع أبو كبير لإحضار الجثة إلى مدينة طمرة وإجراء مراسيم الجنازة. طبعا احنا مع المدرسة، مع الطاقم المهني في المدرسة ومع كل المختصين ومع قسم الرفاه الاجتماعي باتصال دائم، واحنا متواجدين بالمدرسة وان شاء الله راح نتواجد بالمدرسة، لانه مصاب أليم جدا. وزي ما قلت الأسى والحزن دخل لكل بيوت طمرة. طمرة عيلة واحدة وهناك تلاحم وتكاتف وتكاتل. فقدنا شاب في مقتبل العمر 15 سنة في ريعان شبابه، عرف بكرم أخلاقه وحسن معاملته وحسن تربيته، وأيضا موقف العيلة المشرف وخاصة الوالد والوالدة والإخوة، موقف مشرف جدا. وقاموا بتشكر لكل طاقم الهيئة التدريسية في المدرسة اللي عاملوا الولد كابن لهم جميعا. وكانت كلمات مؤثرة جدا في كل المتواجدين وخاصة في مدراء مدارسنا اللي تواجدوا في هذه اللحظة، وأيضا المفتش، والغالبية لم يستطيعوا ضبط النفس وظرفوا الدموع على كلمات الوالد المؤثرة.